ورح نروح لفقره مهمه من الفقرات اللي بنحكي فيها عن اطفالنا. طبعا سلمى اليوم بنعرف مثلا اذا حدا ثقته بنفسه او عم يحكي معلومه ما انا صحيحه ممكن يتلعثم شوي او يتلعثم، ولكن اليوم مشاهدينا رح نحكي عن اضطرابات الكلام يلي هي بعيدا تماما عن الكذب وموضوع الثقه بالنفس، ولكن المتلعثم يلي بتلعثم بكلامه اكيد بيكون عنده صعوبه بتواصله مع الاخرين، واكيد هالشيء بياثر على ثقته بنفسه. واليوم مع طرق صحيحه للعلاج وكيف ممكن نساعد هدول الاطفال او حتى الاشخاص البالغين يلي عندهم اضطرابات الكلام ومشكله التلعثم، كيف ممكن يواجهوها ويحلوا هاي المشكله بالطرق الصحيحه والتشخيص الصحيح. مع ضيفنا لليوم الاستاذ احمد اليوسف، اختصاص نطق وتقويم كلام. اهلا وسهلا وصباح الخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ احمد. خلينا نبلش مع حضرتك من تشخيص الحاله، امتى بنعرف انه الشخص عم بيعاني من تلعثم؟ ما هو حاله عرضيه، لا هو حاله مستمره وهي بدها علاج. مبدئيا اي شخص لحتى يحكي مع الاخرين او يتواصل بشكل سليم ووظيفي بده يكون الاخر مرتاح بسماعه وهو مرتاح بالكلام، فالتلعثم هو مشكله بتصيب تدفق الكلام، بيكون الشخص اللي عم يتحدث او اللي عم يتواصل مع الاخرين ما هو قادر انه يحكي بطريقه سلسه، يكون مرتاح، يكون تدفق او طلاقه الكلام عنده سلسه وسليمه. بهالحاله هي بيكون في عنده مشكله اسمها التأتأة او التلعثم مثل ما نسميه او ستاترينج. هاي المشكله لما بيكون مترافقه مع تكرارات، يعني لها اشكال اساسيه اللي هي تكرارات بالاصوات الكلاميه الاولى مثل با 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 او تا 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 تا، بيكون متواتر وراء بعض البعض، وبتكون اما اطالات، بتكون هالاطالات صامته او صوتيه مثل او خاصة ببداية الكلام، أو بيكون في احتباس بنسميه بلوكس، بيكون صمت شديد مع تشنج عضلي، بده يحاول يحكي ما بيقدر يحكي، أو بيصير في حشو كلامي، يعني بمعنى أنه كل ما حكى كلمتين ثلاثة بيكرر كلمة معينة أو بيزيد ضمن كلامه كلمات معنى وظيفية أبدا، مثل مثلا شايف كيف، تعرف، هلا، إلى آخره. هاي المظاهر الأساسية لما بتترافق مع مظاهر ثانوية مثل مثلا تشنجات بالوجه، بالرقبة، ربط باليد على الرجل، هز الرجلين المستمر، رمش العينين، هز الرأس، هاي المظاهر الثانوية هي مظاهر بتعكس عدم قدرة الشخص على أنه يسيطر على كلامه وعم يعوض فيها، وبتترافق أكيد مع سلوكيات تجنب أو تهرب من كل المواقف الاجتماعية، من الحديث أمام الآخرين، من الحكي على التليفون، من الحكي مع الأشخاص الأكبر منه بالعمر أو أو من جنس آخر وإلى آخره. لما بتجتمع هاي الأعراض مع بعض البعض كأساسية وثانوية اجتماعية، هون بيصير في عنا شيء اسمه التأتأة أو الستترينج، واللي هي بتأثر كتير على ثقة الشخص بنفسه وعلى قدرته أنه يتواصل مع الآخرين بطريقة سليمة. ممكن يمكن نفس الوقت يتعرض لتنمر أو مشاكل يسبب له هذا الشيء مشاكل نفسية على صعيد نفسي، ولكن خلينا هلأ ننتقل للسبب الأساسي إن كان عند الطفل أو حتى عند المراهقين الأشخاص البالغين، شو بيكون الفرق بيناتهم؟ كتأتأة أو كتلعثم بشكل عام الأسباب كثيرة، هي ما في سبب واحد واضح ومحدد للتأتأة، بس الدراسات والنظريات هي كثيرة، في منها بيعكسها أو بيعزيها لخلل خلل عصبي بالدماغ. الصور الرنين للأدمغة الأطفال أو الأشخاص اللي عندهم تأتأة بيكون النشاط الكهربائي فيها مختلف شوي عن صورة الأشخاص العاديين أو اللي بتكلموا بطريقة طبيعية. السبب الأساسي أو الأكثر شيوعا واللي نحن بنتبناها كثير بجلساتنا العلاجية أو بتشخيصاتنا هو عدم قدرة الشخص على أنه يآزر أو يوافق ما بين عمل جهاز التنفس عنده والتصويت اللي هو الحنجرة والنواطق اللي هي لسان، الشفة، سقف حلق إلى آخره. لما بيكون في عدم تآزر بالحركة أو عدم تنسيق بالحركة بيناتهم، اللي هو لازم يكون في نفس بعدين صوت بعدين تحريك عضلي لحتى يطلع الكلام بطريقة سلسة، عدم القدرة على التنسيق ما بين هالأجهزة الثلاثة بيؤدي لتلعثم. حتى في منهم لا، في نظريات بتحكي انه الفرق ما بين انه اعطاء الدماغ الامر بالحكي وحركه النواطق الملبيه لهي الامر، الفرق بالتوقيت بيناتهم هو ممكن يؤدي لتلعثم، لانهم بيدرسوها من ناحيه عضليه عصبيه اكثر، انه ليش الطفل بيكرر اول صوت بالكلام، ليش مو نص الكلام مثلا، ليش الطفل مثلا بيكرر او بيطيل اول صوت بالكلام، ليش مو بنص الجمله، لانه بدايه الكلام او بدايه التنفيذ الامر اللي بعته الدماغ للنواطق لحتى تحكي هون بيكون في خلل. فنظريات كثيرة، حتى في نظريات بتحكي انه بالعائلات اللي فيها تأتأة شائعة اكثر فيها التأتأة ممكن يكون الاطفال عندهم استعداد
اكبر انهم ينصابوا بهذا الاضطراب اكثر من غيرهم من الاطفال الثانيين، فكلها هي مدارس وكلها نظريات اكدت على وجود التأتأة. بشكل عام في عندنا نوع واحد من انواع عدم الطلاقه اللي هو بيكون على شكل التأتأة، بس هو ما له تأتأة مرضيه وانما هو مرحله نمائيه عادي بمر فيها الطفل، اللي هو بين عمر 3.5 سنين للخمس سنين. هون بيكون الطفل بلش ياخذ مفاهيم كثير وياخذ كلمات كثير وبده يعبر عنها بطريقه سريعه، هون بيصير في عندنا شيء اسمه عدم طلاقه طبيعي، يعني عدم طلاقه بس هو طبيعي نمائي، يعني طبيعه الطفل يمر فيه. و70 ل 80% من الاطفال بيمروا فيها وبيتجاوزوها بطريقه طبيعيه من دون اي تدخل علاجي. بس بدي احكي بهاي المرحله تحديدا بهاي العمر اللي بيميز عدم الطلاقه انه الطفل بيكرر كلمه كامله او جمله، ما بيكرر صوت، يعني مو بيقول بابا بابا بدي، بيقول بدي 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 اكل مثلا، او بدي اكل بدي اكل بدي اكل. واذا بننتبه شوي لهالاعمار اللي هي 3.5 سنين 4 سنين 5 سنين بيكون كثير شائع عندهم هاي الكلام، وخاصه اول ما ببلشوا انتاج او ما ببلشوا حكي مع الاخرين، فهي بتكون شائعه، هي معنى مرضيه. بس نحن دائما بنحبذ يكون في استشارات لحتى نحدد اذا كانت طبيعيه او مرضيه. طيب استاذ احمد، خلينا نحكي شوي عن عوامل الخطوره اليوم، قد ايه ممكن تاثر مو بس على يعني استمرار النطق عند الاطفال ليبلغوا سن المراهقه او ما الى ذلك، ايضا ممكن تاثر على اشياء ثانيه ممكن تعمل له مشاكل ثانيه، فشو هي عوامل الخطوره؟ عوامل الخطورة الأساسية مرتبطة بالعائلة بالطريقة الأولى أو الأخيرة، المجتمع لاحقا، المدرسة لاحقا إلى آخره، بس الوالدين بالدرجة الأولى هنن مسؤولين بطريقة مباشرة على أنه الطفل مر باضطراب نطقي أو باضطراب طلاقة أو كلامي وما قدر يتجاوزه لأنه بسبب أو بآخر إهمال من الأهل أنهم يأخذوا الاستشارات اللازمة، إهمال من الأهل أنهم يسألوا عن طبيعة الاضطراب لحتى يتعاملوا معه صح، تقصير من الأهل أنهم يوفروا للطفل بيئة داعمة بالبيت. كثير من المراجعين بعاني معهم من مشكلة انه دائما بيحكوا لهم لاطفالهم لما بيخطئوا او بيتأتأوا سكوت، او يعني يا احكي صح يا اما تسكت، يا اما عيد الجملة، يا اما شو هالحكي اللي عم تحكي، ما انك شايف ابن خالتك عم يحكي بطريقة افضل الى اخره. بمرحلة الطفولة الطفل ما بيكون بيعني له هذا الموضوع كثير مثل اذا صار بمرحلة المراهقة اللي بتعتبر الثقة بالنفس او قدرة على الطلاقة والتواصل السليم مع الاخرين سمة وميزة اساسية. يعني احنا اذا بنتذكر بالمدرسة كان الاشخاص اللي هن يكونوا هيك المشهورين او الشعبين هن الناس اللي قادرين يعبروا عن حالهم صح واثقين من نفسهم من كلامهم. فالطفل لما بيصير مراهق وما بيقدر يكون عنده الطلاقة السليمة او عنده اخطاء كلامية كبيرة وسبب عدم قدرة الأهل على التعامل مع هاي المشكلة أو إرشاده للطفل للطريق الصح أو إيجاد حل لهذا الموضوع بعمر مبكر، أكيد رح يكون مو بس عوامل الخطورة، رح يؤدي على المستوى النفسي لكثير مشاكل واضطرابات، وممكن تؤدي لانسحاب الطفل بشكل كامل عن المجتمع، عن الأحداث الاجتماعية، عن النشاطات، ممكن تأثر حتى على خياره المستقبلي. أنتم كإعلاميين بتعرفوا إنه إحدى الشروط الأساسية لإنه ينقبل الشخص كإعلامي أو كمؤثر أو كشخص تحت الضوء إنه يقدر يعبر عن أفكاره بطريقة سليمة أو سلامة النطق ومخارج الحروف، حتى الثقة بالنفس أثناء الكلام، القدرة على التعبير عن الأفكار بطلاقة إلى آخره. فكتير من الأشخاص، أنا بتذكر أحد الأشخاص اللي هنن كانوا عم يتعالجوا عنا كان حلمه يصير إعلامي أو مذيع وضل يتعالج سنتين لحتى مشى حاله، وهلا هو شخص له اسمه. فالفكرة الأساسية دائما المشكلة لما بتتعالج بشكل بعمر صغير عامل الخطورة بضل يخف يخف للحد الأدنى، حتى الطفل أو الشخص أو الشاب بيصير عنده الملكات إنه يقدر يتحكم فيها، يعرف كيف يسيطر عليها، يعرف كيف يخليها ما تطلع، يتدرب إنه ما تظهر على السطح. وهيك نحن شوي شوي بتتزال عوامل الخطورة كاملة، بس الأسرة هي الأساس. ذكرت شيء كتير مهم إنه الأهل والمحيط والأسرة، هلا كمان بآخر كلمة قلت الأسرة هي الأساس. اليوم قدامهم دور الأهل لحتى هم يساعدوا هذا الطفل أو هذا المراهق ما يزيدوا عليه بحالات الغضب يلي عنده، كمان بتصير عنده حالات غضب بسبب هذا الشيء اللي عم يأثر على نفسيته بنفس الوقت، كيف ممكن هون الأهل والمحيط بهذا المصاب بهي المشكلة كيف إنه ممكن يقدروا يساعدوا بطريقة صحيحة كمان؟ بطريقة صحيحة أولاً الاستشارة مع الأشخاص الصح، يعني بمعنى أنا أروح لعند شخص هو متخصص بهاي المشكلة، متخصص بالاضطرابات الكلامية النطقية، متخصص بالعلاج النفسي، متخصص بالأمور اللي لها علاقة بالنمو
وشو هو الشيء الطبيعي وشو هو الشيء المرضي. ثاني شيء انا كأهل لازم يكون عندي حد ادنى من المعلومات او المعرفه عن مشكله ابني، والانترنت مفتوح وحاليا كثير فينا نحن نسال عن اي مشكله وعن طرق التعامل معها بطريقه كثير سلسه، بس دائما نروح لعند المواقع الصحيحه ولعند الاشخاص الصحيحين. الدرجه الثالثه الاستيعاب والاحتواء، دائما تقبل اي طفل لنفسه بينطلق من تقبل اهله له، يعني بمعنى الاهل اللي رافضين الطفل لاي سبب من الاسباب، اللي بيحكموا عليه بطريقه مسبقه عن تصرفاته، اللي بيحكوا عليه بطريقه ما منيحه، في اهل بيتنمروا على اطفالهم، في اهل بيقلدوا اطفالهم هن عم يحكوا او عم اخطئوا، في اهل بيوجهوا ملاحظاته بيقمعوا اطفالهم امام الاخرين. هاي الشيء الاساسي اللي انا بركز عليه. ليش بحكي دائما هي الاسره والاهل؟ لانه الطفل غير قادر يلاقي حل مشكلته اذا الاهل ما كانوا هن معه. فمعرفه الاهل باسباب المشكله بطبيعتها بطريقه التعامل معها هو الاساس بالحل. الاشخاص اللي هن مؤهلين ومختصين للعمل مع هاي الحالات هن بده يكون عندهم او مجازين او مختصين بعلوم النطق واللغه وعندهم خلفيه او عندهم باك جراوند له علاقه بالاضطرابات النفسيه، لانه هن بشكل او باخر كثير بيعكسوا بعضهم البعض. ذكرتي حضرتك بالفكره الاولى انه الطفل بيعصب، رح احكي لكم هيك مثال صغير هو مثل الدائره المعيبه. الطفل او المراهق لما بيكون عنده اضطراب التأتأة، اضطراب التأتأة حساس جدا للحالة الانفعالية للشخص، يعني كل ما كان الطفل أو المراهق ضايج كل ما زادت التأتأة عنده، كل ما زادت التأتأة عنده كل ما زاد ضوجانه. هاي الدائرة هي دائرة معيبة ما بتخلص، ما يعني ضاج الطفل تأتأ تأتأ ارجع ضاج وإلى آخره. فاللي بيساعده على هذا الموضوع هن الشخص المختص، تشخيص الدقيق، بعدين خطة علاجية نظامية. خطة العلاجية بتستند على معالجة السبب العضوي، معالجة الحالة النفسية، بعدين دعم البيئة أو الأسرة المحيطة بالطفل، تعليمه كيف تستوعب الطفل، تحتويه، تتقبله، تزيد احتكاكه وتواصله السليم معه، بعدين الطفل شوي شوي هو بيمتلك هاي التكنيكات لأنه يقدر يسيطر على حاله ويستعيد شوي ثقته بنفسه. طيب أستاذ أحمد، خلينا نحكي شوي كمان. اليوم ذكرت بعض أنواع العلاجات الممكنة واللي هي بتكون مع المختص. أهمية العلاج السلوكي، السلوكي المعرفي، وخصوصا نحن بنعرف حاليا في كثير حالات بتأدي تأخر نطق، ممكن مشاكل بالإذن، مشاكل بغيرها ممكن تأدي مع الوقت لتأخر بالنطق وبعدها التلعثم. أهمية العلاج السلوكي المعرفي ومن إمتى لازم يبلشوا فيه الأهل مع الاختصاصي؟ تمام. هلا نحن بحالات التأتأة تحديدا او التلعثم العلاج بده يكون على خطين متوازيين. اول شيء بده يكون اختصاصي نطق عم يطبق خطه علاجيه مستنده على اما انه يعدل طريقه النطق عند الشخص، يعلمه تكنيكات التنفس كيف يبلش كلامه شوي شوي، او يعدل له الموقف اللي له علاقه بالتأتأة كامله، مثل انه يطول الحرف او يزيد التنغيم او الى اخره. هاي التكنيكات نحن بندربها للشخص لحتى يقدر يتحكم بطريقه كلامه. بالجهه الموازيه تماما بده يكون في عندنا شيء علاقة بالعلاج المعرفي السلوكي، لأنه تحديدا الشخص المتأتئ مع الوقت وخاصة بمرحلة حساسة مثل المراهقة بيصير زارع براسه فكرة أنه هو غير قادر أنه يتواصل مع الآخرين بشكل سليم. أنا إذا تأتأت الآخرين رح يضحكوا علي، أنا إذا تأتأت الآخرين رح يتنمروا علي، أنا ما رح أخذ فرصة لأنه أنا بحكي هيك، أنا ما رح أقدر أتقدم لأنه أنا أهلي ما تقبلوني، كيف المحيط بده يتقبلني؟ بضل عايش بحالة خوف. هاي الأفكار أو الخوف أو هاي الأفكار هي بنسميها نحن التشوهات المعرفية، هي بدها علاج معرفي سلوكي، يعني غير له طريقة معرفته او طريقة تفكيره، افكاره، صورته لنفسه، حديثه مع حاله. هالشيء لما بيتغير بينعكس على سلوكه. من الشغلات اللي بتتأثر بالسلوك الايجابي هون هي التأتأة، بتخف كثير لانه الشخص بيكون عميق ولا درجة انه هو يمتلك التقنيات اللي بيقدر على انه يسيطر على حاله فيها لما يتأتأ او لما بده يبلش يتأتأ، او بيكون عنده حساسية لبعض الاصوات الكلامية بيقدر يتعامل معها بطريقة ذكية. فالعلاج المعرفي السلوكي هو موازي تماما للعلاج النطقي اللي هو أولوية، لأنه بيكون الصوت، التنفس، النواطق، العضلات النطقية الحركية هي المسؤولة بشكل أساسي وأولي عن التأتأة تحديدا. لنفترض أستاذ أنه الطفل أو المصاب بهي المشكلة ما تم علاجه بالشكل الصحيح أو تم إهماله لآخر درجة، يعني إهمال تام، هاي المشكلة عوامل الخطورة لها لوين ممكن تؤدي؟ ممكن تأثر على علاقاته، ممكن تأثر حتى على نتائجه الدراسية إن كان بالمدرسة؟
نعرف كلياتنا انه مناهجنا الدراسيه بشكل عام فيها شق كثير شفوي او شفهي، يعني الطفل اللي مثلا ما بيقدر يسمع وظيفته او ما بيقدر يعبر بالامتحان الشفوي عن نفسه، هون بنقصوا له علامه اكثر، لانه نحن عندنا مناهجنا بتعتمد على الشق الكتابي والشق الشفوي. حتى بالصفوف الدراسيه كثير في كثير مدرسين ما بيعتبروا موضوع انه الطفل ممكن يكون عنده خوف من الكلام امام الاخرين هو ما له ادعاء، وانما هو قلق اجتماعي او اضطراب تأتأة او خوف من التنمر او ممكن يفكروا ما حافظ الدرس أو ما نحافظ الدرس. هاي الاعتبارات كلها بتزيد من عوامل الخطورة. الطفل إذا تم علاجه بوقت مبكر وعلموه وتم تعليمه وتدريبه على كيف يتصرف بهاي المواقف ونعطاه ثقة بنفسه أكثر وجهز له بيئة داعمة، أكيد مع الوقت بتتلاشى. ولكن في حال ما تم التعامل مع الطريقة صح، عندنا احتمال ان اما الطفل يحول ردود الفعل السلبيه اللي عم يتلقاها لقوه كثير كبيره ويقدر هو ينهض بحاله، وهي الاحتمال الاقل، او يتحول لكثير انسحاب اجتماعي، كثير عزله اجتماعيه، كثير قلق اجتماعي، خوف من مواجهه الاخرين، حتى اداؤه بالامتحانات بيتاثر، حتى اختياره لعمله او لمهنته المستقبليه بيتاثر. كل هاي ممكن تنصاب كلياتها باذى او باساءه اذا الطفل ما كان عن جد قادر ينحط على الطريق الصحيح بمساعده الاهل والاختصاصيين المختصين بالمجال. اكيد، يعني معلومات مهمه، بدنا نشكر وجودك معنا. شكرا لك استاذ احمد. شكرا كثير لكم. شكرا لك. بس بدي بارك لطلاب البكالوريا لانه هلا سمعت انه طلعت النتائج. أكيد. فالف مبروك لهم جميعا. الله يبارك فيك. نبارك للجميع والتوفيق للجميع. أكيد. شكرا لك. الله